حكام مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي. النهارده الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من خلال حساباته الرسمية أعلن عن الأطقم التحكيمية اللي هتدير هذه المباراة والمباراة النهائية أيضا. طيب يهمنا طبعا مباراة الأهلي وبالميراس، طبعا طاقم حكام من إفريقيا، حكم الساحة والاثنين مساعدين، ماجيتي نضاي الحكم السنغالي وحكم ساحة، جبرايل قمارة مساعد أول، حاج سامبا مساعد ثاني، ماريوس كوبر حكم جواتيمالا هو حكم الرابع، وده اللي أدار الأولى المباريات للنادي الأهلي مع الدحيل، أيضا كمان حكم الفار داريو فيستشار من كندا، ومساعد حكم فار رضوان جيد الحكم المغربي، وفي حكم رأي احتياطي هيمبرتو بانجوج. طبعا دول طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبالميراس. بالمناسبة ماجيتي نضاي طبعا مش غريب عن النادي الاهلي، ادار كثيرا من المباريات للاهلي في البطولات الافريقيه، لكن عايز اوضح بس جزئيه، لان النهارده السوشيال ميديا كلها كانت بتسال على فكره ازاي حكم افريقي يدير هذه المباراه. عايز استرجع شويه نقطه كده من الذاكره، عام 2006 لما الاهلي خاض كاس العالم للانديه في اليابان، وكانت مباراه تحديد المركز الثالث والرابع مع كلوب امريكا المكسيكي، كان بيدير هذه المباراه حكم من افريقيا، هو الحكم الجنوب افريقي جيروم دامون، هو ادار هذه المباراه. بالمناسبه يا جماعه، مش معنى ان الاهلي بينتمي للقاره الافريقيه ما يكونش في حكم افريقي بيدير هذه المباريات. اديتكم سالفه 2006 جيروم دامون الحكم الجنوب افريقي، وبالمناسبه عضو لجنه الحكام حاليا في الاتحاد الافريقي، هو اللي ادار هذه المباراه منذ حوالي 14 سنه، فشيء طبيعي جدا. برضو لو نظرنا لمباراه الاهلي وبايرن ميونخ، كان بيديرها حكم عربي، حكم اسيوي، لكن كان حكم عربي، كابتن محمد عبد الله الحكم الاماراتي هو اللي ادار هذه المباريات. لجنه الحكام في الفيفا ما عندهاش فكره المقاييس حكم عربي، حكم افريقي، حكم اسيوي، هي بتختار من خلال مجموعة حكام تم اختيارهم قبل بداية البطولة بحوالي شهر من المجموعة الأطقم اللي هتشتغل على مدار هذه البطولة. برضو من الجزئيات اللي الناس اتكلمت فيها، طب ليه رضوان جيد ما يديرش المباراة؟ ده حكم كفء كان يكون أفضل من السنغالي ماجيتي نضاي. برضو عايز أكد، في البداية قبل انطلاق البطولة ولما تم إعلان أسماء الأطقم التحكيمية اللي هتدير المباريات، رضوان جيد الحكم المغربي موجود ضمن قائمة حكام الفار، حكام تقنية الفيديو فقط، ليس من ضمن حكام الساحة اللي هيكونوا موجودين في هذه المباريات. فبالتالي بشرح ووضح للناس عشان ما يكونش فيه أي لغط. حكام الأفارقة بيبقى فيه بعض الأخطاء، لكن مباراة كبيرة زي دي بالمناسبة أنت بتشتغل مع الاتحاد الدولي فيفا، ما بتشتغلش مع الاتحاد الإفريقي، أنت بتشتغل في حدث عالمي، ففي تقنية فار، في تقنية خط المرمى، في تقنية التسلل، يعني أي خطأ بشري نسبة حدوثه قليلة جدا. واردة وممكن تحصل حتى في ظل وجود التقنية، والفيفا قال ده في بروتوكول تقنية الفار، لكن في نفس الوقت قدر الإمكان بتحاول تقلل من الأخطاء. وحكم إفريقي مع النادي الأهلي كمان بطل إفريقيا في الثالث والرابع، كلها حاجات بالمناسبة شيء مميز للقارة الإفريقية وبنسعد بيها للكرة الإفريقية والتحكيم الإفريقي. ربنا إن شاء الله بإذن الله يكرم النادي الأهلي يحقق البرونزية، لأنه حقق البرونزية بكده 2006 وكان في حكم إفريقي بيدير هذه المباراة، ممكن يكون فقل حسن إن شاء الله على البعثة وعلى الفريق في إدارة هذه المباراة. وفي نفس الوقت أيضا لابد أن نسعد بوجود حكم إفريقي في مركز الثالث والرابع وبيدير هذه المباراة في كأس العالم للأندية.